خلي الرب يكتب لك آخر فصل من قصة حياتك، خليه يفوت على قلبك ويكتب هالفصل. وآخر شيء اللي بيكتبه الرب وبيغيره بقلبك هو مفهوم الربح والخسارة لتفهم قصة حياتك صح. منعيش ومنتبنى من المجتمع مفهوم ربح وخسارة تبع المجتمع. الصحة ربح، المرض خسارة، الغنى ربح، الفقر خسارة، الأصدقاء ربح، الوحدة خسارة، وتعرفوا الليحة كلهم غلط، كلهم غلط. بيصحح لك مفهوم الربح والخسارة وبترجع بتبرم بتطلع حياتك بتشوف أجمل قصة حب بينك وبينه، وهو كتبه بقلمه هو. رسول بولس برسالة فيليبي اختبر هيدا الاختبار واكتشف هيدي القصة بفيليبي 3:7 لما قال: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. حسبها صح بالآخر، ضبط له إياها، رتب له إياها. دعوتي لألكم في هالصباح: احفظ قلبك. كيف؟ انتبه واعترف من يكتب في قصة حياتك، سلم الرب هالقصة حتى ينقحها ويصلحها، وخلي الرب يكتب أجمل فصل فيها. واوعى تستخف فيها هالقصة، منا إنجازات وأعمال ما قالهم طعمي. الرب لا يخدم بأيدي الناس كأنه محتاج لشيء. اوعى تصدق أنه عايزك أو أنت عم تضيف شيء، الرب بده قلبك. وانت شو ما صار معك، انت اجمل قصة حياة يكتب فيها الرب اجمل السطور. نيالنا بإلهنا.